مرحبا بضيفي من عمان سيد سركس تشوبريان وهو محلل الأسواق العالمية في إكويتي جروب مجموعة إكويتي. دعنا نتحدث عن يعني هل هي العلاقة مع الدولار أم أن هناك عوامل أخرى ربما تجعل منه ملاذ آمن ولو بشكل جزئي؟ بالفعل كما تفضلت الدولار الأمريكي هو أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت أسعار الذهب للارتفاع خصوصا مع ترافق ذلك بتوقف لارتفاع عوائد السندات الأمريكية. لكن لو نظرنا إلى حركة أسعار الذهب الإجمالية بعد انخفاضها خلال الربع الأول من هذه السنة للاحظنا بأننا أمام موجة صاعدة تستمر للشهر الثاني على التوالي، وهذه الموجة الصاعدة حاليا من الممكن أن تستمر بالفعل في ظل كل الإشارات التي تثبت بأن الفدرالي الأمريكي ربما سيستمر بسياساته التحفيزية خلال الفترة المقبلة. إلى جانب ذلك هنالك وجه من المتداولين للذهب كملاذ آمن وتحوط من مخاطر التضخم التي أثبتت ارتفاعا الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، فالذهب هو أحد الملاذات الكلاسيكية التي تغطي من مخاطر الارتفاع في التضخم وبالتالي الارتفاع في أسعار الذهب أو العديد من المحفزات تدفعه للاستمرار، وهذا أيضا يشاركه توقعات في إقرار حزم تحفيزية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية على شكل خطة إنفاق على البنية التحتية، وهذا كله يعني المزيد من النقد في الاقتصاد والمزيد من الارتفاع في التضخم مترافقا مع سياسات الفدرالي الأمريكي، مما يعني احتمالية أن نشهد استمرارا بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة. نعم سركيس، دعنا نتحدث عن اليورو الذي سجل ارتفاعات لافتة طوال الأسبوع أمام الدولار، ولعل فتح بعض الاقتصادات في أوروبا يدعم هذا الاتجاه، لكن مع ملامح بقاء سياسة المركزي الأوروبي على ذات النسق كالفيدرالي، ما الذي يجعل ذلك محفزا؟ بالفعل إعادة فتح الاقتصاد في عدة دول أوروبية ساهمت في دفع اليورو للارتفاع، لكن ذلك موضوع مهم الآن يجذب المتداولين لطلب اليورو إن كان مقابل الدولار أو أيضا حتى مقابل الين الياباني. فلو نظرنا إلى اليورو أداء مقابل الين الياباني فهو بارتفاع خلال الأشهر السبعة الماضية دون توقف، وأمام الدولار الأمريكي نشهد أيضا الارتفاع في سعر صرف اليورو، وهذا الارتفاع جاء بفعل توجه المتداولين لأسواق ذات عائد مرتفع مثل أسواق الأسهم، مما يجعلهم يستغنون عن الدولار الأمريكي. وهنا بيت القصيد بأن المتداولين يتوجهون من العملات التي تعرف بأنها عملات تزويد في متجرة العائد في العوائد المرتفعة مثل الدولار والين الياباني، ويتوجهون نحو أسواق العائد المرتفع. هنالك أيضا ملاحظة أخرى وهي تقلص الفارق بين عوائد السندات الأمريكية والألمانية، وهذا أيضا يصب في صالح اليورو. وهنالك نلاحظ أيضا تدفقات سيولة من العديد من الدول في العالم للبحث عن استثمارات في أسواق الأسهم حتى ولو كانت انتقائية بين القطاعات والشركات في أوروبا، وهذا كله يدعم الارتفاع في سعر صرف اليورو مقابل الدولار والين الياباني، ويجعلني أعتقد بأن اليورو مقابل الدولار ربما سيستمر بارتفاعه خلال الفترة المقبلة رغم التوقعات التي تشير إلى أن المركز الأوروبي سيبقي على سياساته التحفيزية لفترة مطولة مثله مثل الفدرالي. لكن حاليا إعادة التسعير والتوجه للاستغناء عن الدولار الأمريكي خصوصا مع انخفاض في عوائد السندات الأمريكية أو إن صح التعبير توقف ارتفاعها، كله يدعم استمرارية الارتفاع في سعر صرف اليورو مقابل الدولار على المدى القصير على الأقل. نعم سركيس، دعنا نعرج على النفط الذي يواصل ارتفاعاته للأسبوع الرابع على التوالي، هل هذه الارتفاعات مرشحة للاستمرار؟ هنالك ملاحظة رائعة حصلت يوم أمس أرجو أن يكون العديد من المتداولين انتبهوا لها، وهو أن أسعار النفط أغلقت، كنا نتحدث عن النفط الأمريكي الخفيف، عند أعلى مستوى إغلاق منذ عام 2018، رغم أننا خلال هذه السنة وتحديدا خلال شهر ثلاثة الماضي رأينا أسعار النفط أعلى من المستويات الحالية، وصلت لفوق 67 دولار بالنسبة للأمريكي الخفيف، لكن إغلاق يوم أمس كان حول الأعلى منذ عام 2018، وهذا يدل على عزم إيجابي صاعد لأسعار النفط مع توقعات استمرار التعافي في الطلب العالمي، رغم أن منظمة أوبك خفضت قليلا توقعاتها لنمو الطلب إلى حوالي 6 مليون برميل، لكن هذا يعني ارتفاع الطلب العالمي كمتوسط يومي إلى 96.5% مقارنة من 90.5% خلال عام 2020، وهذا رغم أنه أيضا ما زال ما دون عام 2020
و19 حول 100 مليون، لكن أيضا يشير إلى توقعات باستمرار التعافي على طلب النفط خصوصا من الولايات المتحدة والصين، وحاليا مع فتح إعادة أو إعادة فتح الاقتصاديات في أوروبا هذا أيضا مدعم لارتفاع أسعار النفط، مما يجعل المتداولين يتجاهلوا ما يحصل في بعض الدول الآسيوية من تسارع انتشار فيروس كورونا والذي قد يحد من طلب النفط، وبالتالي احتمالات التعافي في طلب النفط مستمرة، وهذا ما قد يحفز مزيد من الارتفاع في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة أو الأشهر المقبلة خلال هذه السنة. تركيس تشوبريان وهو أنت محلل الأسواق العالمية في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.